السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله، أهلا وسهلا، اتفضلي معلش كان عندي سؤالين، يعني هسألهم لحضرتك بسرعة. اتفضلي. السؤال الأول، بصي، أنا بسيب بنتي فترات طويلة في البيت لوحدها وبخرج أشتغل، عقبال ما برجع مش عارفة بقى، يعني عندها ما كام سنة؟ بتبقى جعانة، عندها يعني 9 سنين، لوحدها، هي ملهاش اخوات أخواتها بقوا في المدرسة. وهي ما بتروحش مدرسة؟ لا مش بتروح مدرسة، تسع الظروف سنين عشان هي مريضة، عندها حالة خاصة يعني مريضة اهو. بنشريها. فأنا ببقى راجعة، يعني ببقى ملهوفة عليها جدا، وببقى ضميري بيبقى اني كانت مش عارفة تناول نفسها أكل ولا شرب ولا عارفة تعمل حاجة، ببقى حاسة اني متضايقة جدا، حاسة دايما ضميري بيبقى ان هي مفيش دايما حد جعانة. ياخد باله منها وانتي بره؟ لا مفيش، والدها متوفي واخواتها بقوا في المدرسة، وبعد ما بنرجع كلنا بيبقى الدنيا مامتك مش موجودة، جيرانك، رحمة الله عليها. لا انا بقفل عليها وبسيبها لوحدها في مفيش البيت. حضانة، مفيش حاجة. أصل يا فندم ده مفيش غلط إن أنت مكان، مفيش مكان تسيبيها فيه. ما هي مش عايزة تروح المدرسة، هي اللي مش عايزة تروح هو المدرسة. السؤال هي إيه؟ ايه؟ المرض قولي لي، هي عندها إيه، إعاقة ولا عندها إيه؟ عندها بتر في ايديها الاتنين، الله. حبيبتي، فمش بتعرف ان هي تشرب ولا تاكل ولا كده. طب بتسيبيها ازاي 9 سنين تعمل ايه؟ طب ما انا باكلها قبل ما انزل، ما انا لازم انزل اشتغل عشانهم، والله مش بمزاجي، والله الاستاذه بقى. طيب ده سؤال، يعني ده سؤال من السؤالين. السؤال التاني، معاهم معاش هي واخواتها، هي واخواتها بيجيهم معاش عن ابوهم، بس انا يعني ايه، عايزه اصرف، يعني عايزه اخصها هي بمبلغ كويس، يعني مبلغ كبير من المعاش، والباقي برضه هصرفه على اخواتها. اخواتها قد بس ايه؟ اخواتها في اعدادي وثانوي، هي اصغر واحده معايا، بس عايزه اخصها هي عشان خاطر احاول اعمل لها حاجه ان هي تقدر تساعد نفسها بيها، اخصها حاضر. شويه من المعيش عشان ابقى اعمل لها اطراف صناعيه، اعمل لها حاجه تساعدها على اللي هي فيه، بس اخصها بجزء كبير من المعيش، وهو المعيش مش كبير قوي، بس يعني اخصها بالجزء الاكبر منه. عايزه اعرف دوت، طب انا كده ظلمت اخواتها يعني الاكبر منها ولا لا؟ قبل الفاصل ام مي اتصلت قالت انه بنتها مريضه سايباها في البيت، عندها 9 سنين، اخواتها في المدرسه، ما فيش حد ياخد باله منها خالص. حكم باقي، وهل تقدر تخصها بفلوس زياده عن اخواتها؟ الحكم الاولاني لازم تتصرفي وتهتمي وتراعي بنتك، ما تبقاش بنتك رقم 2، لا لازم تبقى رقم 1. وعايز اقول لحضرتك ده بالعكس، احنا ممكن كأسرة نرزق ونستر بسبب هؤلاء الناس الطيبين. قال صلى الله عليه وسلم: انما تنصرون وترزقون وتجبرون بضعفائكم. تنصر وترزق وتجبر، فاهتمي بيها ولازم تبقى في جدولك الصرفي. انت اضرب حالك اهل مكه اضرب شعبه. كده خلصنا منها يا فندم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم وكلكم مسؤول مسؤول عن عن رعيته. رعيته، وربنا يعينك ويقويك. الامر الثاني، ينفع اخصها بمال؟ ينفع بشرطين. الشرط الاول اما ان يكون من مالك الخاص انت حره فيه. الشرط الثاني لو هو من اموال اخواتها لازم تستاذن اخواتها، والا لا يجوز تخدم من حد تدي للثاني، انما مالك انت اديها. وعايز اقول لحضرتك حاجه ما تشغليش بالك بيها، رزقها ان شاء الله واسع وربنا يكرمها، بل بالعكس ده انتوا يعني ترزقون بسببها باذن الله تعالى.